مرحبا متابعيني، اسفه طبعا فصل النت. راح ارجع اشوفكم الترتيبات اللي سويتها اليوم بالبيت، واريدكم تكتبوا لي بالتعليقات رايكم. شوفوا نرجع للصاله، وهسه راح اشوفكم طبعا الفيديو مال المطبخ. طبعا اني بالعائله كلها يسموني النادره. او روح الماسنجر كذب. ايش سويت؟ هيك يصير سناب؟ ما يصير، ترى طلعتني شطاره قدام متابعيني. طبعا لان انت تمررين كذبك من خلالي. ليش؟ ليش تستغلين طيبتي وصفاري ها وتمررين كلاواتك على المتابعين؟ كلاوات؟ يا كلاوات هاي؟ يا كلاوات، انت شو وقت حيلي صرتي نادره؟ امك صار لها ساعه تتوسخ ليش حيغسلون ماعين قاعده، كل شيء ماكو. سناب يا حبيبي، مو هاي الفيديوهات يحبونها المتابعين، يجون عليها هون متابعين. قصدك الزواحف والعرسان على ابو يا بنادراني، شوفوني شلون اشتغل وتعالوا خطبوني حتى لا بور وظل بايره مو؟ تجد تحكي؟ لا طبعا، أنا أصلاً بس هيجي أشرب طرف صبعي ألف يدقون بابنا، ما أسمح لك. ترى هسه أمسحك من التليفون. يا ريت، شو وقت؟ يا ريت تمسحيني حتى أخلص من كذبك. يومية تكذبين على العالم شكل. ويلي، شو وقت اتصرت نادرة وأنت خاشوقة ما خاسلة بحياتك؟ شو وقت؟ ولك ما خلصتي حكي ويا المتابعين؟ هو أنا شحكيت يا ماما؟ ما تقولي ليش تسوين؟ ها؟ تعاي ساعديني بشغل البيت، مليون مره قلت لك تعاي ساعديني. قولي لي انت متزوجين؟ هم راح تلزمين التليفون ببيت رجلك وتلتيين بي؟ خو اذا اجى من خلالي ابويا وشاف الفيديوهات اللي عندي يبو شعر راسه يوقف، لان راح يشوف الفيديوهات شكل والحقيقه شكل اخر.